استدعت باكستان السفيرة الأمريكية لديها للاحتجاج الرسمي على الانتقادات والاتهامات التي وجهها الرئيس دونالد ترامب لإسلام أباد. هذا وانتقد وزير الخارجية الباكستاني خواجة محمد عاصف اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسلام أباد بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين. وقال عاصف أن اتهامات ترامب لإسلام أباد لا تعكس الحقيقة، مشيرا إلى أن الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة لبلاده طيلة السنوات 15 الماضية لم تكن عملا خيرية بل كانت نظيرة خدمات. وأعرب عن استعداد بلاده للكشف عن تفاصيل المساعدات الأمريكية وكيفية استخدامها في جلسة علنية.